بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. موضوع هذه الحلقة: كيف ننشئ مخزن أسئلة على البلاك بورد، خصوصا في المواد العلمية التي تحتاج إلى رموز مثل الرياضيات أو الفيزياء أو الإحصاء. في البداية طبعا، هنا الشاشة الرئيسية البلاك بورد، بتختار الجزء اللي أنت عاوز تشتغل فيه، اللي هو هتعمل فيه مخزن أسئلة. الجزء هنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين في البداية، احنا الواجهة الأساسية بتاعة البلاك بورد قسمين: القسم اللي هو ظاهر قدامنا اللي فيه لوحة التحكم، كل دول تبع لوحة التحكم. يعني أنا لو عملت كده يبقى لوحة التحكم دلوقتي أصبح فيها كلها فاضية. إذا فتحت لوحة التحكم، هاخد من أدوات المقرر الدراسي، طبعا تحت أدوات المقرر الدراسي، يعني مش دول التقييم، لا، أفتح أدوات المقرر الدراسي هلاقي تحتها اللي هي الاختبارات والاستطلاعات ومخازن أسئلة. طيب لو ما كانش ظاهر قدامك الشاشة بالشكل دوت، هتكون مثلا كده بالشكل ده. ده الشكل اللي هو بتاع المحتوى، الكونتنت اهو، ده المحتوى، ده شكل من الأشكال، والشكل التاني اللي هو اللي شفناه بتاع لوحة التحكم بس. فلوحة التحكم ما تكون مفتوحة كده، هدخل على أدوات المقرر الدراسي، يبقى هنا بغير من خلال الشكل الاول او الشكل الايه التاني، شكل المحتوى او شكل لوحه التحكم. الشكل ده اللي هو المحتوى في الصفحه الرئيسيه، لما بضغط كمان مره بيديني لوحه التحكم. هنزل تحت لوحه التحكم ادوات المقرر الدراسي، ادوات المقرر الدراسي افتحها اهي، هنزل الى الاختبارات والاستطلاعات ومخازن الاسئله، هلاقي اختبارات استطلاعات مخازن اسئله. ممكن من هنا من خلال الاختبارات انشئ اختبار جديد، بس هيكون أسئلة محددة وثابتة مفيش فيها تغيير. لكن طريقة مخزن الأسئلة إني بحط عدد من الأسئلة معين، وليكن مثلا 20 سؤال 50 سؤال، وباخد منهم عدد محدد من الأسئلة بتظهر قدام الطالب عشوائيا. يعني ممكن يكون في مجموعة بتختبر كل واحد أسئلته مختلفة عن التاني، حتى الخيارات بتكون متحركة من مكانها. في مخازن الأسئلة يعني يفضل ما نكتبش عنوان السؤال question 1 question 2، لا، بنكتب السؤال على طول وهو بيحطهم على بعض، وبيطلع السؤال بدون رقم، بس هو بيرقمه ساعة ما تيجي تأدي الاختبار في جزء كده جانبي، يكتب 1 2 3 4 لغاية 10 حسب الاختبار اللي هتعمله. فهنفتح مخزن الأسئلة. طبعا هنا ممكن في مخزن الأسئلة ممكن أستورد مخزن أسئلة، هستورده عن طريق إن هو ملف مضغوط جالي عن طريق الإيميل، هستورده وأحطه داخل المخازن، زي المخزن ده اللي هو جنرال نوليدج كويشن اللي كنا عملناه اختبار تجريبي، زي المخزن كويز 2، زي المخزن شورت تيست 1. يعني دول كلها مخازن، ده فيه 40 سؤال، ده فيه 30 سؤال، ده فيه 30 سؤال. طيب انا ازاي انشئ المخزن نفسه؟ كيف انشئ مخزن اسئله جديد؟ يبقى زي ما دخلنا وصلنا هنا، هعمل ايه؟ انشاء مخزن اسئله. مخزن الاسئله هسميه باي اسم معين، هكتب مثلا ماث، ماث بول مثلا رقم 5، اي حاجه، يعني اي اسم انت تختاره تكتبه كعنوان للمخزن ده. ممكن تسميه مثلا كويز 2 بول، ممكن تسميه فاينل بول، ممكن تسميه ميد تيرم بول، وهكذا، اي اسم. الوصف بتاعه مش مشكله، ممكن ترجع له بعدين تكتبه عادي يعني، بس هو اسم المخزن خلاص، وبعدين اقول له سبميت. طيب كده مفيش اسئله خالص في، يعني لسه ما حطناش اي اسئله، فاقول له انشاء سؤال او تحميل اسئله. حكايه تحميل الاسئله دي بتيجي اللي هي الاسئله النظريه اللي مكتوبه كتابه يعني، لكن في الحقيقه بالنسبه لنا، بالنسبه للرياضيات، بحتاج اكتب السؤال بايدي، لانه هيبقى في محرر رياضيات بقدر اشتغل منه زي الماث تايب كده، شكل الماث تايب بالظبط. فهنا هقول له انشاء سؤال. طب السؤال ده نوعه ايه؟ هيقول لك في انواع كتيره جدا يعني، اختار اي نوع انت عايزه. احنا مثلا بنختار اما صواب وخطا ديا، او بنختار اللي هي متعدد الاختيارات، مش متعدد الاجابات، متعدد الاختيارات، يعني هو اختيار واحد صح، لكن متعدد الإجابات بيكون فيه أكتر من خيار صح. فبناخد إما متعدد الاختيارات وإما صواب وخطأ. هنعمل سؤال كده وسؤال كده، سؤال سريع يعني، أدي صواب وخطأ مثلاً،
طبعا ممكن اعمل بقى مثلا 20 سؤال 30 سؤال زي ما انا عايز. عنوان السؤال ما بكتبوش، بسيبه، لان احنا بنختار الاسئله عشوائيا بعد كده. طيب نص السؤال انا هحتاج اكتب معادله رياضيه، فاجي على هذا الرمز، هاجي على هذا الرمز، هختار مثلا هنا علامه التكامل، هنا سيجما، يعني التحرك من خلال الرموز دي كلها سهل جدا للناس الرياضيين او الناس العلميين بصفه عامه، يعني هنا كسر، هنا جذر، هنا اس، هنا ليبل ينزل تحت، هنا سكوير روت او كيوب روت او اي جذر، هنا سكوير روت لوحده، وهنا اي جذر تاني. يعني مثلا هختار كده ان انا اعمل مثلا تكامل indefinite مثلا او definite، يعني definite اهو موجود، definite هنا موجود وهنا له كذا شكل، يعني هختار مثلا زي كده، مثلا integral of 3 dx مثلا equal مثلا x plus c، او مثلا يعني اي سؤال تتخيله مفيش مشكله، 3x dx equal x plus c، او ممكن مثلا تخليه x على 3، يعني غير في الطريقه مفيش مشكله. لو عايز اعمل الكسر هنا مثلا هاخد الكسور، الكسور تيجي من هنا اهو، اخليه مثلا x على 3. طبعا الكلام ده خطأ، بس انا هقبل دلوقتي ان اكتب السؤال. يعني هتلاقي السؤال نزل هنا في نص السؤال هنا، تمام. طيب بعد كده الإجابة تكون عمودية، أنت عايزها عمودية، عايزها أفقية، براحتك مفيش مشكلة. طيب الإجابات في صواب وفي خطأ، أنا هختار إيه؟ إن هو خطأ، هختار إن هو خطأ. طب في ملاحظات، يعني لو رد صحيح أو جاوب إجابة صحيحة تقول له يعني أحسنت أو كذا، بس طبعا الكلام ده ما بنستخدموش، إحنا عايزين الإجابة وخلاص. لو في رد خاطئ تقول له أخطأت، يعني الكلام ده طبعا يبقى إيه، يناسب مراحل أقل من المراحل الجامعية. هقول له ارسال كده، هو عمل لي سؤال صح وخطأ، اجمالي السؤال واحد واجمالي النقاط واحد. طيب نعمل كمان سؤال، كمان سؤال، بس طبعا انت ممكن بقى تعمل صح وخطأ ورا بعضه حوالي مثلا 10 20 زي كده، او احنا عملنا متوسط 15 سؤال صح وخطأ، و15 مثلا اللي هو ايه، متعدد الاختيارات، مش متعدد الاجابات، لا متعدد الخيارات. طيب متعدد الخيارات هنسيب برضو نص السؤال ونقول له هنا السؤال نفسه، طبعا سؤال رياضي برضو، هقول له مثلا integral of، نتكلم على التكامل، يعني طبعا في تكامل هنا على لوب وهنا دبل انتجرال، بس طبعا ده الكلام ده مش علينا، لكن هو حاطط كل الريموت بحيث تستخدم نابلة، تستخدم دلتا، تستخدم اي حاجة براحتك. مثلا integral of sine 3x dx، اقول له equal، وبعدين عشان ما اكتبش زائد c في كل مرة اقول له equal كده plus c، وعايز طبعا الاجابة اللي تكون موجودة فين، تكون موجودة هنا. طبعا مش هكتب هنا بقى الخيارات، لا انا بس ده السؤال فقط اهو، ده السؤال فقط. طيب السؤال طبعا هيكون نزل هنا في مكان السؤال، يمكن يكون مش باين شويه، لكن لو سحبنا دي كده اهو موجود، ده كده السؤال. طيب نيجي هنا، ترقيم الاجابات بلا، يعني ايه ترقيم الاجابات بلا؟ يعني مش عاوز الاجابات تبقى اي بي سي دي، لا، لان هتبقى هي عشوائيه تتلخبط، فمش عايز ترقيم الاجابات ولا عايز ترقيم السؤال نفسه، يعني او عنوان السؤال نفسه، مش عايز دي ولا دي. طيب السماح بجزء من الدرجه، لا، اظهار الاجابات بالترتيب عشوائي، ايوه لازم، يعني يطلع مثلا A B C D، المرة الثانية يختلف، بس مش هيظهر لي A B C D، هيظهر بس اختيارات يعني، وهو يعلم عليها بس، لأنه الاختبار يكون إلكتروني. طيب عدد الإجابات أربعة، سيادتك عايزهم خمسة، عايزهم ستة، براحتك، مفيش مشكلة، بس هي أربعة يعني بتكون مقبولة إلى حد ما. الإجابة الأولى هو بيحط عليها صحيحة كده أز ديفولت، يعني إن هو دايماً الإجابة الأولى هي الصحيحة، بس مش معنى كده ان كل ما تيجي الخيارات هتجي لك الاجابه الصحيحه في الاول، لا، والا تبقى مشكله. فانت عايز تخلي الاجابه دي صحيحه، ماشي، عاوز تخلي الاجابه الثانيه هي اللي صحيحه، ماشي، عايز تخلي الاجابه الثالثه هي اللي صحيحه، ماشي، مفيش مشكله. هنحط مثلا الاجابه هنا مثلا كوزاين 3x، طبعا الاجابه دي مش صحيحه، دي خطا مثلا، يعني طبعا يفضل بقى اكتبها على شكل الايه، المعادلات، يعني اكتبها كده عن طريق المعادلات، الاختيار الاولاني اقول له مثلا كوزاين 3x،
ويا حبذا لو حطيت 3x داخل قوسين كده مثلا، وارجع تاني في السؤال واحطها داخل قوسين برضو، يكون افضل يعني، طالما هي 3x وليست x يعني. لكن اظن في السؤال كانت ساين 3 ساين اكس، انا هنا قلت كوزاين 3 اكس، طبعا ده غلط، طبعا بلس سي موجوده على السؤال كله، فاقول له هنا قبول. يبقى دي الخيار الاول مش كده؟ طيب الخيار الثاني هقول له مثلا ساين 3 اكس، او مثلا اخد كده 1 اوفر 3، 1 اوفر 3 لمين؟ لكوزاين 3x مثلا يعني، او كوزين اكس بس. طبعا انا باخد سؤال بسيط بحيث انه يعني، طبعا احنا حطينا اسئله بارشال فراكشن وانتجريشن باي بارتس وراشونال ستاندرد والراشونال، اسئله كتير بنفس الطريقه يعني. طبعا دي اجابه خطا برضو مش كده؟ طيب هو طبعا كان السؤال ايه؟ كان السؤال بيقول تكامل ساين 3x. طيب كويس، ممكن احط كده علامه هنا وارجع تاني واخليها كده، المفروض تظهر لي هنا، المفروض هنا. طيب ما ظهرتش، محتاجة تعديل يعني، برضو ما فيش لها. يبقى أمرك لله، امسحها كلها واكتبها من جديد على شكل الايه اللي هي ساين 3x، تكون بين قوسين يكون أفضل، شكلها أحسن يعني. طيب هنيجي هنا، الخيار الأول طبعا اللي هو كوزين 3x ده خيار خاطئ، الثاني 1 على 3 كوزين x، الثالث مثلا برضو زيه ماينس 1 اوفر 3، ماينس 1 اوفر 3 كوزين 3 اكس. طبعا دي هي الإجابة الصحيحة، دي هي الإجابة الصحيحة اللي هي إجابة 3 يعني، فأروح عامل علامة فين عندها كده. لاحظ إن العلامة فوق اختفت اللي هي بتاعت الإجابة 1 اللي هي الديفولت، لكن الحقيقة أنت لو حطيت الإجابة 1 هي اللي صحيحة دايما مفيش مشاكل، لأنه هو بيلخبط الإيه الاختيارات أو بيغير مكانهم يعني. طيب فاضل الإجابة الرابعة، الإجابة الرابعة طبعا أنت كان ممكن هنا في الإجابة ديت لو أنت يعني كنت عندها موجودة، المفروض هي بتنزل هنا في المكان ده، بس للاسف يعني احيانا تحط هنا العلامه وتاخد اف اكس يطلع لك نفس الكلام مكتوب فوق، بدل ما تكتبه تاني تنسخه وترجع تحطه في الرابع يعني، عشان ما تاخدش وقت في الكتابه. لكن هو على ما يبدو انه ايه، طيب يبقى ماينس كوزاين 3 اكس. الثلاث اجابات يعني تلاحظ ان هم قريبين من بعض، الاجابه الصحيحه حطيناها كده، احنا عملنا السؤال وعملنا الخيارات بتاعته كلها. طبعا هي الإجابة نزلت هنا، بس هي دايما بيعمل كده، المفروض تكون موجودة يعني. طيب نكتبها تاني، الأمر لله، ماينس كوزاين 3x، المفروض تقول له هنا أكسبت، تنزل في مكان أهي موجود. يبقى كده الأربع خيارات موجودين. برضه مش يعني دي مش طريقه ابديه يعني، انت ممكن تدخل بعد كده وتعدل في السؤال عادي، هنقول له بس ايه ارسال او سبميت لو بالانجليزي كده. يبقى مخزن الاسئله اللي عندي اصبح ايه، اصبح فيه سؤالين، اصبح فيه سؤالين. طب انا عايز اتعامل معاه هو نفس المخزن ده يعني، عاوز ارجع له ادخل فيه وازود عليه واعدل فيه وكده. طبعا انت ممكن بقى تسيبه دلوقتي وتيجي بكره تكمل الاسئله عادي مش مشكله، او تيجي بعد ساعه، فهي كده اتحفظت خلاص. لو سعادتك رجعت تاني كده في مخزن الأسئلة، هتلاقي المخزن اللي احنا عملناه اللي هو ماث بول 5 اهو موجود، تمام؟ لو فتحت هنا كده من السهم ده تحرير، هتلاقي المخزن طالع لك بهذا الشكل، السؤالين اهو. لو ضغطت هنا هتلاقي السؤال يظهر لك اهو. طب عايز أعدل فيه، أجي هنا عند السهم ده وأقول له تحرير، هيفتح لك السؤال مرة تانية، تعدل فيه بالشكل اللي أنت عايزه، تغيره، تعمل فيه تخليه صواب وهو كان خطأ، مفيش مشكلة. برضو السؤال الثاني بنفس الطريقة. بعد ما أكون حطيت الـ عملت الـ المخزن دوت، نرجع له من هنا، هقدر بقى أستخدم هذا المخزن في إنشاء اختبار، أنشئ اختبار زي ما شفنا في المقطع اللي فات. هقدر بقى آخد من هذا المخزن اللي هو إنشاء كتلة عشوائية أهيت،
هاجي على الاختبارات طبعا، وابدا ايه، ابدا انشئ اختبار، ولما انشئ اختبار هيقول لي استيراد الاسئله وانشاء كتله عشوائيه اخدها من هذا المخزن. طبعا الاحظ ان ممكن استخدم المخازن الموجوده كلها اخد منها اسئله، يعني اخد من المخزن الفلاني 3 اسئله ومن المخزن العلاني سؤالين، وبعد كده هو يعملهم بطريقه ايه، بطريقه عشوائيه. ممكن بعد ما عملت الاختبار عايز تنشره، تدخل بقى على المحتوى، تدخل على المحتوى هتلاقيه موجود، وتنشر الاختبار وتعدل كمان في الخيارات بتاعته، ينزل الساعه كام، ينزل يوم ايه، كل هذه الامور زي ما شفناها في المقطع السابق. ارجو ان يكون هذا المقطع القصير يعني يوفي بالغرض بالنسبه للرموز الرياضيه، وشكرا لحسن استماعكم، ولا تنسونا من آرائكم ومقترحاتكم البناءة، وأشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.